اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن احترامه وتقديره واجلاله للمراه المصريه مؤكدا انها كانت ولا تزال تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمه وهمه واصرار يليق بمكانتها الخالده في التاريخ وفي كلمه له عبر صفحته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه اليوم العالمي للمراه اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المراه نبع العطاء والخير الذي لا ينضب وطاقه الامان والتضحيه التي تتجدد بمرور الزمن واصفا اياها بالمصدر الاول للحكمه والمبادئ والركيزه الاساسيه لبناء الاسره وتماسكها